انت مين؟ انت مين؟ انت فرحة او حدا عايش حزين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت كذبي او قلب كله حنين؟ صبي قلب علي او شر مخبي؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ عينيك حيرون، نظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، اخذوني وما ردون. عينيك حيرون، نظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، اخذوني وما ردون. انا حبيتك من دون ما اعرف انت مين. معي نسيت الأسى وقلبي ارتوى، انفليت بين دهلك تعي، ما بكفي نحنا ومش سوا، كل ما الوجع فيه وعي بشوفك دوا بدو دوا. عينيك حيروني، ونظرات وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. عينيك حيروني، ونظرات وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. أنا حبيتك من دون ما أعرف أنت مين. كيفك وليد؟ وينك؟ لا لا ما بدي منك شيء، بس بدي اعطيك خبر انه في شخص رح يحكي لك، هو بيقول لك شو لازم تعمل. ما تسالني شو اسمه، هو بيبقى بيعرفك عن حاله. وليد بدي منك خدمه، اجمع لي كل اغراضي الشخصيه وودي لي اياهم على البيت، لانه من اليوم ورايح انا ما عاد لي شغل. ييه مبين رجعتي، على اساس عندك شغل بالمحل؟ قلت انا برجع وبقعد معك شوي. طب يلا يلا خلينا نطلع. انت لوين كنت رايحه؟ بصراحه كنت رايحه افتش على شغل، يعني ما رح ضلني قاعده هيك، ما بقى بدي اتكل على حدا. بس خلص ما عليه، بكره برجع بروح. طب روقي، شو قولك نروح نقعد انا وياك بشي محل عايزتك بموضوع؟ اوكي اوكي. حبيبي يومنا وين بعدك لهلا؟ من ساعتين حكيتي وقلتي لي ماشي. يا عمي مشيت دغري بكير، بس اخرت بالبنك. لازم نلاقي طريقه لحتى نرجع نجيب الناس لميلتي. اقول لك شو لازم نعمل؟ يي بل انت خبيت بكره،
شو بدنا نلحق نعمل لنعمل يعني؟ بس ما بطلت حفزاني نعمل شيء. ايه شو يعني منستسلم؟ ولك شو هالتشيء ام هيدا؟ انا قلت لك نستسلم شيء؟ انا قلت لك هيك؟ بعدين انت شو عرفك مين رح ينتخبك ومين لا؟ يا عمي نبض الشارع لنصيب صوايا. والله انا شايفه عكس هيك كليا. تفضلي تفضلي شوفي الفيديو تبع المناظره كم كومنت صار جايب. تفضلي شوفي. ولك يا حبيبتي هدول منن مقياس. شو بكي؟ عالم قاعده عم بتنظر من بيوتها ورا تليفوناتها. بكره شوفي باكد لك بس نوصل للجد هيدا كله ما بيعمل فرق. ايه استفلي استفلي بدك تتشائمي انت حبيبتي تشائمي. انا والله متفائله كثير. خلينا نفكر بشي خطه. لازم ندعم حملتنا ما زال بعد في شويه وقت. على القليله بنكون عملنا اللي علينا. مش غلط هيدا الشيء. يعني مثل شو؟ شو في شيء براسك؟ يا زلمه شايف او احمل هيك؟ امير ما تكبرها. ما تفتح مجال للمشاكل بيناتكم. ما حدا بيعرف وقت قد ايه. انا متاكد انه ما رح اقدر اتعاطى معه ولا مشاكل. طب شو رأيك تنسى مشاكل الشغل هلا وتروح تحكي مع تارا؟ هيك رح يصير. على القليل يصير شغل منيحة بهالنهار. يلا قوم. يلا. شو وائل في شيء؟ لا شو بدي يكون فيه؟ ليه مجمع هناك؟ عادي عم تعرف على الموظفين واتعرف على كل وظيفة واحد منهم. بس نحن عنا اتش ار ديبارتمنت. فيك تاخذ كل المعلومات يلي بدك اياها. لا ما بحب هالحركات. انا بحب اتعرف على موظفيني شخصيا. هلا كل واحد عنده طريقته بالشغل و أنا هاي طريقتي. طيب أنا ما رح قلي هيك موفق. أنا رايح أتغدى مع تارا. بتحب سلم عليها؟ لا ما في لزوم. أنا في سلم عليها وقت بدي. زلم شفته كيف بيحكي معي كأنه عم يتحداني. يا أمير ما بقى تعلق على تصرفاته. كل واحد يشتغل مثل ما هو بحب. سواد هيدي شركة وحدة، يعني مصالح مشتركة وأهداف مشتركة، وأنا وائل ما في شيء مشترك بيناتنا إلا ما تلاقوا شيء مشترك. خلصوا لو بلا مشاكل بيناتنا ما بعرف كيف رح يتحمل. الله يستر بكرة من التخبيص. طيب رح تروح تحكي مع تارا يا ولا؟ إيه يلا خبرني شو بصير معك وسلم لي عليها. وصل حبيبي يلا باي. يعني أنا بعلمك رايحة فتش على شغل، فجأة صرت قاعدة هون عم بتغدى. ما أنا قصد قلت لك نيجي لهون، بدنا نحكي شغل. ما فهمت. تارا حبيبتي، أنت عندك خبرة بمجال تصميم الأزياء، مزبوط؟ ولا، أنت بعتي لك الأخبار. أكيد، ما أنت بنتي. تارا أنا عندي محل تياب. أنا حسيتك بدك تقولي لي إنه أشتغل موظفة عندك. لا لا أنا ما بقبل تكوني موظفة. بدي إياكي تفتحي شغل خاص فيكي. أنا طول عمري أحلم أفتح شغل على حسابي. بس الهيئة هالحلم صعب شوي إنه يتحقق. لا مش صعبة. وهلأ رح يتحقق. هلأ؟ ما فهمت. بدي افتح لك اتوليه. لا 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 اكيد ما رح اقبل. لا ليش لا؟ لانه انا يا بفتح اتوليه بمصرياتي وبتعبي يا بدي ابقى موظفه كل حياتي. تارا مصرياتي هن مصرياتك. لا 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 ما رح اقبل.
أنا لو بدي أفتح أتوليه بهالطريقة كنت فتحته من زمان، لأنه أمير عرض علي هالفكرة وعمو نسيب كمان، بس أنا ما بدي حدا يحقق حلمي عني. حبيبتي بس أنا ما بحقق لك حلمك من دون مقابل. ما فهمت. حبيبتي إذا فتحنا هالأتوليه أنا وياكي، أنت بتصمم تياب وبنعمل ماركة باسمك، وأنا ببيع البضاعة بالمحل. يعني هلا هي فكرة حلوة، بس إنه بركي ما مشيت هالماركة، شو بتعملي؟ لا أكيد رح تمشي، أنا صار عندي زبونات كتير، وبعدين كلهم عم بيقصدوني لأنه القطعة اللي بلاقوها عندي ما بلاقوها غير مطرح. مش بس هيك تارة، أنا لاحظت الست اللبنانية ما بتحب تلبس فستان يكون غيرها لبسه، لهيك ركزت وفكرت بهذا المشروع بيكون كتير حلو لإلنا. طيب خليني أفكر شوي. طيب حبيبتي فكري على مهلك، هيك أنا ما بكون حققت لك حلمك، بس بكون حققت حلمي كمان، لأني كل عمري بحلم أكون مصممة أزياء وإبرع بهالشغلة. عن جد؟ كرمال هيك قررت أفتح المحل، وما ترددت ولا مرة أنه أفتح محل تياب. عملت كل شيء مثل ما قلت لك؟ أكيد أستاذ، وكلفت بوب بالمهمة، هلا عم بضبط بغراض البوس. منيح. ما تنسى تقول له يجيبهم بس يخلص. أعطيته خبر. بدك شيء تاني مني؟ لا صار فيك تفل. ألو. أي وليد، مين معي؟ ما بدي أضغط عليك أكتر، بس وعديني أنه تفكري بالمشروع، هيك بكون أنا عم بستفيد كتير كمان. بس يا عمي هيك مشروع بده كتير مصاري، أنت لحقت تجمعي مبلغ معين من ورا هالمحل؟ الحمد لله شغلي نار كتير، بعدين أنا تركت شوية مصاري بحسابي بالبنك، قلت أنا بلكي صار مصار. طيب بس خليهم على جنب، ليه بدك تخاطري فيهم؟ لا حبيبتي أنا ما عم خاطر. ميرسي كلك سوق. ميرسي. لا ترى أنا ما عم خاطر، وأنا أكيد هذا المشروع رح يكون كتير ناجح وكتير مضمون، وبعدين مصرياتي رح يصيروا دوبل وتريبل. ومن وين كل هالثقة؟ شو عرفك إذا أنا شاطرة بالتصميم ولا لا؟ طيب خلص حاجي بقى تفكري بالموضوع وبلا غنش، خلينا نعمل هالمشروع وننجح سوا. خلينا نفكر منيح فيه بالأول، لأنه ما بدنا نعمل دعسة ناقصة. للصراحة أنا مفكرة كتير منيح بالمشروع، ومن أول ما عرفت شو بتعملي وشو دارسة ما راحت هالفكرة عن بالي، وبيناتنا ما كنت مصدقة متى بدك تتقبلي وجودي بحياتك تنشتغل سوا ونأسس مستقبل مع بعضنا. تعالى حبيبتي أنا ما قدرت أكون معك بالماضي، خليني أكون حدك بالمستقبل. طيب وين مفكرة نفتح الأتولية؟ مفكرة بكل شيء، شايفة المحل وحكي مع أصحابه وحكينا بكل التفاصيل. طيب فإذا يلا شو ناطرين؟ يعني قبلتي؟ قبلت. ديل. ماشي الحال الحمد لله. تفضل تفضل. مرسي.
قلت لينا بعزبك تقولي لطارق انه انا جيت؟ بس تارا منا هون ظهرت. اه وين راحت؟ راح تفتش على شغل. على شغل؟ طيب وشغلها بالشركة؟ ما بعرف يا ابني، بس حسب ما فهمت انه بدها ترجع على تصميم الازياء. طيب على كل حال برجع بحكي انا وياها بهذا الموضوع. قولك بتطول ولا بنطرها؟ امير تفضل ارتاح وتلفن لها اذا بدك. ايه هاي تارا كيفك؟ منيحة امير، انت كيفك؟ ماشي الحال. انا هون عند خالتك، انت مطولة ولا بنطرك؟ مطولة تأرجع، انا هلا باجتماع. اجتماع شو؟ لقيتي شغل؟ انه بالمبدأ لقيت، هلا بعدين برجع بخبرك على رواق، بس ما تنطرني. طيب احكيني لما ترجعي. اوكي يلا باي. حبيبتي إذا بدك روحي شوفي جوزك واحكي معه، بعدين بنروح بنشوف المحل. لا لا ما بدي روح على البيت هلا، تحمست كثير لهالمشروع وعبالي روح شوف المحل. طيب يلا هلا بنمشي. أميت مول معروف الحساب. إيه كاتيا خليه يفوت. تفضل. شو بك مصبر بأرضك؟ تعا تعا قرب. لازم تعرف انه من اليوم ورايح ما في حدا فوق راسك غيري انا. انا وبس. يا حبيبي شو بك مصبر؟ اعتذر بس أول مرة بعرف إنه في حدا أعلى من البوس. وما حدا بيعرف إلا هو، وهيك الشغل بيمشي. تفضل اقعد. يعني برأيك هالخطة رح تفيدنا ما هيك؟ ولك أكيد رح تفيد، ما أنت قلت إنه جماعة السوشيال ميديا قاعدين ببيوتهم وما عم ينتخبوا، يعني هيك بنكون عم نتوجه إلهم شخصياً، بحسوا حالهم معنيين. بتعرفي عرايتك، يلا قومي نروح لعندي على البيت ونصور مثل ما عم بتقولي، بركي هيك بنقرب المسافات بيننا وبيننا. يلا بنروح معي بالسيارة. لا دخيلك ما بدي أوصل مخطخطة بليز. دخيلك أنت. معلمك حكي عنك بالمنيح كثير. واضح إنه بيوثق فيك. بس أنا ما بوثق فيه. شو قصدك؟ قصدي انه قراره يوقف فاجأني، وللصراحة انا خايف منه. وليد لازم تعرف شغلي وتحط حلقة بدينك، اللي بيشتغل معي ما لازم يخاف من حدا. ما تفهمني غلط، بس البوس بيعرف كل اسرارك وبيعرفنا واحد واحد. شو بيضمن لك انه ما ينقلب ضدنا؟ ما بيعملها. حضرتك واثق فيه؟ انا ما بوثق لحدا، بس انا واثق منه انه بيخاف مني، وهيدي اكبر ضماني لإلي. خبرك عن خرايط؟ أي خرايط؟
انت ما بتشتغل شيء؟ بلا بلا، كيف ما بشتغل؟ انا مهندس، بيي عنده شركة هندسة وانا بشتغل معه. شو ما رح تنزل على الشركة اليوم؟ لا اليوم تعبان وماني بالمود ابدا، بكره بنزل. ليك انت ما رح تحط عقلك براسك؟ حبيبي بيك بطل مثل الاول وصار عم يتعب بالشغل، بدك تنزل تساعدني والا ما بقى تقول بدي مصاري. وين بيي بقى شو بدك تقلي؟ انا بكره نازل على الشركه. لو ما رح تصدقوا بس بكره نازل. نزل على الشغل اليوم؟ اكيد بيي، ولا شو بدي وعينا بالضبط؟ اوعى تفكر ما تنزل. حبيبي حيالله شغل بالعالم بده نظام، وهذا الشيء مش مارق من حدا خي. ما بريد حدا، اي حدا ياخذ قرار بدون ما يرجع لك. وامير بيرجع لك كمان؟ طبعا. قول شو معاشي؟ ليه انت بلشت تشتغل رح تقبض معاش؟ كيف بدك اياني اتجوز ما معي مصاري؟ لا لا ما بدي اياك تتجوز بلا مصاري. اشتغل، صمد مصاري، بعدين تجوز، شو رايك؟ انت شايف اللي غيرت الدار اصلا. صرت عم بوعى بكير، بنزل على الشغل، ركز على مستقبلي، مظبوط؟ الو، بدي ارشيف كل المشاريع باخر 5 سنين عاملينهم. عظيم، طلعوا لي هون على مكتب الجديد. عرفت اذا مدام طاره رح ترجع على الشركه او لا؟ لا ما قدرت اعرف، بس حسب تحليلي انا صعبه ترجع. يا الله، كثير رح اشتهي للاستاذ نسيب، كنت كثير حبه واحترمه. وانا كمان رنا، بس مسيو امير ما بيشكي من شيء، كثير منيح وبيستاهل. بس بدك الاستاذ وائل يكون بيستاهل كمان، لانه ما بحياته اجى على الشركه وما بحياته اهتم. فبدك ما يصير في مشاكل بيناتهم. اصلا نحن ما خصنا، لو شو ما صار، كل واحد يجي يشتغل شغله ويقبض معاشه اخر الشهر، لا اكثر ولا اقل. معك حق. ديما، في اطلب منك طلب؟ إنه أكيد قوليلي. فيك ما بقى تخبري شي لدولي؟ لأنه كل ما تخبريها خبرية جديدة بتنزل على المكتب بتخبر كل الموظفين، وهذا الشي مش حلو كرمالك ما يطلع الحكي منك أنت. يعني معك حق، أنا كل مرة بقول ما بدي أخبرها شي وبرجع بخبرها، بس قد ما بتسألني أسئلة. بونجور أستاذ أمير. بونجور، بليز ديما تعالي عندي على المكتب. أوكي. مش ملاحظة انه مكتبك صاير مثل الكافيتيريا؟ بدي افهم اذا انا مني هون، ما بكون عندك شغل تعمليه؟ بس مسيو انا خلصت كل شيء عندي، ما بقى عندي شيء اعمله. اذا خلصت بتستقبلي زيارات وصبحيات؟ لا لا ما قصدي هيك، بس اذا خلصت المطلوب منك فيكي تعملي اشياء مش مطلوبة. يلي بده يتقدم ويتطور بشغله هيك بيتصرف، مش بضيع وقته بطق الحنك. سوري، خلص ما بقى حاسمح للبنات يجوا يقعدوا عندي بالمكتب. بكون كثير منيح. انت هلا صرت سكرتير مدير الشركه، يعني مسؤولياتك كبرت. ما بدي احس انك مش قد هيدي المسؤوليات. رجع على مكتبك. رجع امير. شو بك ديما؟ صار شي معي؟ لا لا ما بيني شي. وليش هيك زعلانة؟ ما أنا زعلانة، تعبانة شوي. هي أميرة مزعلك ما هيك؟ هيئتني حزرت. لا مسيو ما بيني شي. على كل حال ما نحق عليك شو ما كان صاير. إذا أمير كان مزعلك هو عم فش خلقه بين مكان شمال ويمين، معصب شوي هالفترة. أهلا
برجع بكير مين. أنا قلت رح تشوف تارة، يعني مش رجع الشركة اليوم. عندي أشياء ضرورية أعملها. وأنت شو خلصت مكتبك؟ تقريباً صار خالص. في كم شغلة بعد ببقى بعملهم بمزاجي أنا، تسلى فيهم. حاسك عم تفرش استوديو مش مكتب. المهم هلا كنت طالب أرشيف لكل مشاريعنا من 5 سنين لهلا. هل بدو الموافقة منك ليطلعوا ليهم؟ ايه مزبوط. منيح، لكن تلفن وقول لهم انك موافق. وانت لشو بدك الارشيف؟ كيف لشو بدي؟ انا ما كنت انزل على الشركة ولازم اطلع عليهم كلهم. يعني عارف حالك انه ما خصك بالشركة. خصني مثلي مثلك، زيت الشيء. بس الفرق انه ما كنت ملتزم قبل، وهلا صرت ملتزم. ايه وشو صار فجأة؟ فجأة؟ أمي ليش عم ضيع لي وقتي بعدين أنت؟ دق هلا وخليني أحضر لي الأرشيف، بلك تريد حكي كثير. بحسك أوقات بدك تعمل لي كأن شي موظف عندك. والله إذا رجعت لإلي حتى موظف ما بشغلك. دق دق أعطيهم الموافقة دق. طلع لوائل الأرشيف يلي طلبوه مثل ما طلب آخر 5 سنين. ميرسي. ميرسي. ليك وعلى فكرة تم كثير ينعاد هذا الموضوع ويصير في رغي لغير مرة. بعت ميمو للموظفين كله وقول لهم مين بكون أنا بهالشركة. وميرسي سلف. إذا عايز شيء منه خليه أنا بعدين. أسمع جاي فش خلقه فيك ويبهدلي. مرحبا مسيو، كيفك؟ ماشي الحال؟ مدام تارا عبد الله بنتي. شرفنا مدام تارا. معرفتك. هلا وسهلا. امك صار لها فتره بتروح وتجي على المحل، والهيئه ما رح يكون الا من نصيبها، لانه لهلا ما قدرت اجرته. ان شاء الله يا رب يكون من نصيبها، لانه عن جد كثير حلو. اكيد مش من نصيبي، من نصيبك انت كمان. شو نسيتي انه هيدا الاتوليه لعليك؟ بس هذا المشروع قلنا اثنيناتنا. خليني فرجيكم لك على المحل، تفضل. اوكي. ما في شيء بفش الخلق يا صاحبي. حاسس كل شيء مسكر بوجهي. شو بك يا زلمه؟ اللي بيسمعك بيقول خسرت الشركه او خسرت طاره مثلا. عصير الطارة. لاحظت انه لهلا بعد ما تلفنت بتكون مشغولة. بشرفك رواد حاش تدافع عنه. وما بقى تسيرني. طارة كتير مغيرة معي وما بدها هالقد لحتى الواحد ينتبه. يا امير شو بك؟ طارة قطعت بظروف ما بتنحمل، اقل شيء تكون متضايقة ومش على بعضها هالفترة. انا كرمال هيك عم جرب ضل رهيب. بس اسمعني منيح، اذا بلحظة بحس انه حبها خف لإلي، وحياتك رح تشوف امير تاني قدامك. امير بلا تكبير راس، دق لها وشوف وينها. يا خي اعزمها على العشاء وقضوا وقت حلو. لا رواد ما رح دق، ما رح دق اذا ما هي دقت. يا امير اسمع مني، عم تكبر الموضوع. تارا هلا كثير بحاجه لك وبحاجه تنسيها اللي صار. تشيرز. تشيرز. شو خالته؟ كيف صارت ساندي أحسن؟ عطيتها دواء وقلت لها تجرب تنام، إذا ضر راسها هيك عم بيجعها رح تلفي للحكيم. ما تخافي خالته، أكيد ما بهالشي، هيدا بيكون راسها عم بيجعها كثرة الدرس. وأنا هيك قلت. طمنيني أنت شو عملتي؟ لقيتي شغل؟
نزلت حكتي يعني لقيتي. خالته مش بس لقيت شغل، لقيت يلي طول عمري بحلم فيه. اف شوقتيني اعرف وين لقيتي وشو هو هالشغل. رح اشتغل مع امي. مع امك؟ يعني عندها بالمحل؟ لا لا خالته اكيد لا، رح نفتح اتوليه، انا بصمم التياب وهي بس بتبيعهم عندها بالمحل. مبروك حبيبتي. زعلتي؟ لا ما زعلت. انت طول عمرك بتحلمي تفتحي دار ازياء خاص فيكي، وانا مع الاسف ما قدرت احقق لك هالحلم. بس انت يا خالتو حققتي لي حلم اهم من هيك بكتير. انت عطيتينا عيلة وحب ودفى، يعني ما بتصور الانسان بعد بيحلم بحلم احلى من هيدا. تقبريني ان شاء الله. الله يخلي لي اياكي. ولك الله يخلي لي اياكي، انت يا احلى خالتو. معلينا امتى رح تفتحوا هالاتوليه؟ قريبا قريبا كتير. الو الو استاذ وائل، كيفك؟ ماشي الحال. مين معي؟ وائل اول اشرف. لحقت تنسى صوتي؟ لا لا اكيد لا، بس بعدني واعي وما طلعت على التليفون. استاذ وائل ممكن تمروا لعندي على المكتب لو سمحت؟ اكيد، بس في اعرف ليش؟ في عنا كم سؤال ويمكن انت فيك تساعدنا فيهم. ايه اكيد، يلا بس اعطيني شي ساعة بكون عندك. اوكي ناطر. شو قالك بده يجي؟ رح يجي ساعة زمان بكون. فضل انت تحكي معه بلا ما اكون انا موجود. رح احكي معه. في اتصل فيه وخبرني شو بجد معك. بونجور حبيبتي، وعيتي على القد. وين ساندي؟ رحت على المدرسة؟ ايه تقبرني، وعيت لقيت حالها أحسن، قال ما بدها تروح علي مراجعات المات. خليكي خليكي خالته أنا بفتح. طيب. بونجور. بعدك نايمة يا كسلانة؟ لا والله وعيت، بس بصراحة ناطرة القهوة تصحصح مظبوط. طيب يلا ماشي نفوت نشرب قهوة سوا قبل ما نمشي. لوين؟ كيف لوين؟ عنا شغل كتير. اوكي. انا قلت هي انتي او لميا، مشان هيك جبت 3 فنجين قهوة. كيفك اختي؟ منيحة. ترى خبرتني عن المشروع. الف الف مبروك، وان شاء الله يكون وجهه خير عليك. اكيد بده يكون وجهه خير علينا، انا وبنتي بدنا نشتغل سوا، ما بدك يكون خير؟ ما قلتي لي لوين رايحين؟ رايحين ننقي الوان دهان وبنرجع بننقي الفرش. يعني إذا منبقى على هالحالة من هون لجمعة منكون فتحين المحل وبيعين كمان. ولا شو عم بمزح أنا؟ أنا أخدتها جد القصة. أمك حبيبتي من يوم يومها لجوجة وبصلتها محروقة، يعني هلأ ما بقى عندها تفكير بشي إلا بالأتوليه. نعم. ديما شوفي وائل إذا بالمكتب وقولي له يجي عندي.
يا ديما. طيب مش مشكلة، ارجع جربي بعد شوي. ايه ترى كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ عبينا ترجع تحكيني مبارح. ايه مبلا، بس بصراحة وصلت مأخرا مبارح وأنا قلت برجع بحكيك اليوم بنهارات. طيب وينك هلأ؟ أنا هلأ بالبيت بس ظاهرة بعد شوي. كمان رايحة تفتشي على شغل؟ لا خلص لقيت شغل وبكرة بس شوفك ببقى بخبرك وأكيد رح تنبسط لي كتير. إذا أنت مبسوطة أكيد أنا مبسوط. طيب هلأ بس أرجع بحكيك وأكيد اليوم نتلاقى. ترى وائل مرق اللي عندك شي؟ وائل؟ لا من النهار اللي رجعنا أنا ما عاد شفته. طيب أوكي. طيب أمير خلص رح جرب ما أتأخر. أوكي نرجع بنحكي لكين. يلا باي باي. كان لازم احكي امبارح بس رجعت مأخرة. اليوم رح شوفه ضروري نقعد نحكي. طيب حبيبتي روحي شوفيه واحكي معه من اجل مشوارنا لبكره. لا لا ما بأسر، اصلا قلت له انه ما رح فيه اليوم. يلا رح غير ثيابي ونمشي. خي الهيئة رح تنفرج على هالبنت، رح تشتغل بالمجال اللي بتحبه وان شاء الله قريبا تتصالح مع جوزها. اكيد رح تتصالح مع جوزها لأنه تارا وأمير بحبوا بعضهم كتير وما في حب حقيقي بضل هيك. تفضل وائل. كيفك؟ منيح بس عندي خبرية مش منيحة. خير شو في؟ عود عود. الرقم اللي كنا عم نلحقه تنلاقي تارا ما فادنا بشي، طلع التليفون مكبوب وضيعنا طرف الخيط. ما بأسر بكرة إلا ما تلاقي طرف خيط تاني وتكمش فيه العصابة. أنا عم فكر بطارة أستاذ وائل مش بالعصابة. بس طارة رجعت ما بلغوك؟ نعم لا ما حدا خبرني. أمتى رجعت وكيف؟ في شخص من العصابة ساعدها لتهرب. بس ليش ما حدا أعطاني خبر أستاذ وائل؟ بعتذر بس هيدي كانت مهمة أمير، يعني لو عارف ما حدا خبرك أكيد كنت جيت وقلت لك. أستاذ وائل أنا لازم أشوف طارة وحقق معها. فرحة أو حدا عايش حزين؟ أنت مين؟ أنت مين؟ أنت كذبي أو قلب كله حنين؟ صبي قلب علي أو شر مخبي؟ أنت مين؟ أنت مين؟ أنت مين؟ نظراتن وجعوني خلوني أحكي مع حالي أخذوني وما ردون عينيكي حيروا نظراتن وجعوني خلوني أحكي مع حالي أخذوني وما ردون أنا حبيتك من دون ما أعرف أنت مين.
كنتك معي نسيت البسة وقلبي ارتوى نفليت بين دهلك تعي ما بكفي نحنا ومش سوا كل ما الوجع فيه وعي بشوفك دواء